فصل الحدث حول المشروع النووي الإيراني غير السلمي. في هذا التقرير الذي ننشر فيه أدلة وأسماء وصور، نتكشف الستار عن أبرز طباخي القنبلة النووية الإيرانية، بل أيضا نبحث هذه المعطيات مع ضيوفنا بتفاصيلها وأبعادها. ولكن نبدأ بهذا الشرح المفصل مع زميل إبراهيم فتفت. وصفوا بطباخي القنبلة النووية الإيرانية، وهم من أبرز الأشخاص الذين نقلهم مركز القيادة والأبحاث لاقتناء الأسلحة النووية الإيرانية سبند إلى جامعة آزاد الإسلامية بهدف تطوير المنظومة النووية للنظام. أستاذ الفيزياء، وهو أول هذه الأسماء، محمد مهدي طهراناتشي، وهو رئيس جامعة أزاد منذ عام 2017. هذا هو أستاذ الفيزياء. إذن كما شغل منصب رئيس جامعة بهشتي سابقا، لديه علاقات وثيقة مع سبند ومحسن فخري زادة بحسب مصادر الحدث. كان أيضا أحد المسؤولين الخمسة الرئيسيين في خطة عماد لبناء خمسة رؤوس نووية إلى جانب محسن فخري زادة الملقب بأبو القنبلة النووية الإيرانية، والذي تم تصفيته في نوفمبر من عام 2020. إلى جانب محمد أيضا هناك اسم ثان، وهو جمشيد صباغ زادة، وهو الرئيس الجديد في قسم العلوم والأبحاث في جامعة أزاد، وهو أكبر مركز بحث أكاديمي في إيران. عمل صباغ هذا على أبحاث الليزر في جامعة الإمام الحسين مع محسن فخري زادة الذي ذكرناه قبل قليل. لاحقا تم نقله إلى منظمة الطاقة الذرية، وعمل في مجال التخصيب النووي في لشكر أباد، مما اضطره إلى التوقف وإجراء تغييرات بعد التفتيش من قبل مفتشي وكالة الطاقة الذرية العالمية بحسب مصادر الحدث. الثالث بينهم هو سيد محمود رضا آغا ميري، دكتوراه في هندسة الطاقة النووية ورئيس فرعي طهران ووسط طهران في جامعة آزاد. يعد أحد المتخصصين النوويين الذين تربطهم علاقة وثيقة بمنظمة سبند في موقع مجدة منذ سنوات عديدة. كما عمل أيضا لفترة طويلة كرئيس للكلية النووية بجامعة بهشتي التي كانت لها علاقات نشطة ولا زالت مع سبند. اسم الرابع أيضا كشفت عنه مصادر الحدث، وهو لا يقل دوره عن الآخرين، المهندس جواد آل ياسين، وهو رئيس المجمع الأكاديمي الإقليمي لجامعة أزاد. شغل لفترة طويلة منصب رئيس مركز أبحاث تكنولوجيا الانفجارات والتأثيرات في سبند. إذن مشاهدين الكرام، بهؤلاء الأشخاص الذين ذكرناهم وآخرون غيرهم، وعبر الجامعات ولا سيما جامعة أزاد ومراكز البحوث المدنية الأخرى، تستكمل إيران مشروعها النووي. ولمناقشة هذا الملف الخاص للحدث معنا هذا المساء من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور، ومعنا من بيروت الدكتورة إفخوري أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية. مساء الخير لكما ضيفي الكريمين، أهلا بكما في الأخبار الليلة. سيد مصدق، دائما ما يعود الجدل حول يعني التصريحات الإيرانية التي تقول أنه البرنامج النووي لديها هو برنامج سلمي، بوقت أنه كل المعطيات وحتى النقاش الذي حصل بين إيران والدول الأخرى تشير إلى أنه إيران تصنع قنبلة نووية، بغض النظر عما إذا كانت شارفت على الانتهاء منها أم لا. فعليا هل ما زال هذا الجدل موجود اليوم؟ إيران فعليا يمكنها الاستمرار بالقول أن برنامجها سلمي؟ نعم، شكرا، تحياتي لكم ولضيف العزيز ولمشاهديكم. انا اعتقد يعني مثل هذا الكلام يجب ان ننظر الى التوقيت، يعني في هذا التوقيت يعني هناك انتخابات ومجيء رئيس جديد الى ايران، وايضا هناك حرب ربما وشيكه بين حزب الله واسرائيل، واعلان ايران بانها سوف تنتقل مكتوفه اليدين، وبالتالي يعني هم دائما يلفقون مثل هذه السيناريوهات. يعني البرنامج الايراني واضح، إيران هي أعلنت أكثر من مرة بأنها ليست بصدد تصنيع القنبلة النووية، وإنها متعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن ليس من حق هذه الوكالة أن تطالب، يعني ليست مهمة هذه الوكالة هي المطالبة، وإنما مهمتها هي المراقبة.
وبالتالي هي تسيس هذه الوكالة تجاه إيران، وعلى أي حال إيران هي تتفاعل بصورة إيجابية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يصدر لحد الآن أي تقرير من قبل الوكالات المخابرات الأمريكية الغربية، وحتى الوكالة ليس هناك يعني تصريح الرسمي بأن إيران تمارس أنشطة محظورة. ربما هناك توقعات أو حدس أو تكهنات يعني من هذا القبيل، نعم. أن إيران ربما هي تلجأ أو ربما تخفي حقيقة برنامجها. يعني هناك محادثات لم تستكمل بعد، دائما كانت تحت تأثير المناخ السياسي وعملية التسييس. إيران أنا أعتقد يعني أولا هذه جامعة، يعني جامعة الإسلامية الحرة، هي جامعة دانشق آزاد بمعنى الجامعة الإسلامية الحرة. هذه الجامعة هي جامعة أهلية أولا، وهي تدرس كل الجامعات الإيرانية فيها فروع فيما يتعلق بالفيزياء النووية، وهناك طلاب وهناك أساتذة كثر يعني يدرسون، ولكن هذه المرة هم يركزون على هذه الجامعة، علما أن هذه الجامعة ليست لها هوية حكومية وهوية هي عامة، وطلبتها أيضا يعني من مختلف الميول، وبالتالي يعني هذا الشيء ايضا غير صحيح، يعني يتم باسماء. رح نرجع نعتقد يعني سنعود يعني الى موضوع الاسماء تحديدا استاذ مصدق، ولكن دكتور رئيف ضيفنا من طهران يقول انه موضوع السلاح النووي هو مجرد توقعات او تكهنات تقال عن ايران، بوقت انه هذا غير صحيح. بالنسبة للمعلومات الموجودة اليوم لدى الجميع، هل هي فعليا لا تشكل إثبات بأن إيران تنتج سلاحا نوويا؟ لو كانت إيران تريد برنامجا سلميا لكانت قد اكتفت بالتخصيب لدرجة 3.67 وفقا للاتفاق الذي جرى بين الدول الخمس زائد واحد في العام 2015-2016. عندما تخطت إيران التخصيب وتخطت حتى مرحلة 60% وصولا إلى 90% وهي على عتبة إنتاج قنبلة نووية، لا يمكن لأحد أن يقول بأن هذا البرنامج هو برنامج سلمي. لقد ذكرت وكالة الطاقة عدة مرات، وآخر مرة كانت في أوائل شهر السادس حزيران يونيو من حوالي 3 أسابيع باجتماع المحافظين في فيينا، عندما أصدروا بيان نددوا به بتخصيب إيران وبعدم تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية، وبأن برنامجها لا يقتصر على برنامج سلمي بل يتعدى إلى أهداف عسكرية واضحة، وأن ما يرافق البرنامج النووي وزيادة التخصيب وزيادة مراكز التخصيب السرية التي ذكرتها وكالة الطاقة الذرية، وتغير الموقف الأمريكي، وهنا هذا شيء مهم، بأن لا. أمريكا كانت وإدارة بايدن بعد إدارة أوباما كانوا بصدد محاباة إيران وغض النظر عن تطور سلاحها النووي وتخصيبه، إنما في الفترة الأخيرة بعد نتيجة للصراع الدائر مع الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة وعلى أبواب الانتخابات غيرت أمريكا موقفها في شهر حزيران، نعم. وانقلبت ووافقت مع كل من إنجلترا وألمانيا وفرنسا على إصدار بيان عن المحافظين يندد بالخطوات الإيرانية المستجدة، نعم. والتي تترافق مع تطوير للصواريخ الباليستية التي هي لنقل السلاح النووي، وبالتالي إيران تعتبر أن دخولها النادي النووي الدول التسع النووية يجعل المنطقة والجوار يقر لها بمجالاتها الحيوية وبقوتها وبزعزعتها للمنطقة. وهنا نذكر بأن باكستان والهند وهما جوار إيران والإثنان معا لهما أسلحة نووية، لا يستطيعان رغم الصراع على الحدود وعلى كشمير لا يستطيعان استعمال هذا السلاح،
وبالتالي أي عمل باتجاه دخول إلى النادي النووي لن يفيد إيران، نعم، بل يجعلها عرضة لمزيد من العقوبات والمزيد من قهر شعبها. أستاذ مصدق، يعني حضرتك كنت تتحدث عن الأسماء التي نحن ذكرناها بتقريرنا الخاص، وهنا أنا أريد أن أتوقف مع يعني اسم أساسي كان مطروح بالسنوات الماضية بشكل كبير لأنه تم اغتياله، عندما نتحدث عن محسن فخري زاد العالم النووي إلى جانب العلماء الآخرين الذين تم اغتيالهم وليس فقط العاملين إلى الآن. فعليا يعني إيران ما زالت تتحدث عن خطورة هذا الاغتيال وليس أي طرف آخر، ما زالت يعني غير قابلة لما حصل لفخر زادة وسواه. إذا كان الموضوع فقط لسلاح يعني مشروع نووي بسيط وغير مهم، لماذا كل هذا الغضب الإيراني واستمرار استخدام هذه العمليات، عمليات الاغتيال، بكل مرة يتم الحديث فيها سواء عن إسرائيل أو عن الغرب؟ اولا ايران هي عضو في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه وموقع على معاهده حظر الانتشار النووي، وعلاقتها مع هذه الوكاله هي تختصر على محورين فقط، ترتكز على محورين فقط. اولا اتفاقيات ضمانات، وايضا اتفاقيه حظر الانتشار النووي او NPT، وليس هناك اي موضوع اخر. ايران لا تقبل ان تسمع من الوكاله اي موضوع اخر. انا قلت ايران لا تريد ان ترى الوكالة مطالبة، يجب أن تكون مراقبة، هي تراقب فقط وتؤدي واجبها، لا أن تسيس. ثم ما تفضل به الضيف يعني كلام سياسي بامتياز، لا ينم عن جهل، عفوا مع احترامي، جهل بموضوع النووي. الطاقة النووية إيران تحتاجها للتنمية وللتطور. هناك الكثير من الدول الأوروبية يستخدمون هذه الطاقة لأغراض الطب، لمسح الجوي، لكل الأغراض يعني، طيب، حتى في مجال الفضاء، في مجالات مختلفة. وبالتالي إيرانية تطمح، إيرانية أعلنت عدة مرات لأنها ليست بالصدد إنتاج القنبلة النووية. ثم هو يتحدث عن اتفاقية عام 2015، أي اتفاقية أخي؟ هذه الاتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية مزقتها، ترامب خرج من هذه الاتفاقية، والأوروبيون ظلوا يراوغون مع إيران، أي اتفاقية بقيت؟ بالأمس كانت روسيا أيضا والصين هم يضغطون حاليا حتى بعض الدول الأوروبية أما موضوع يعني حكام الوكالة الدولية، هذا مشروع التريكا الأوروبية منذ القديم. التريكا الأوروبية لديهم اختلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية وبحثون عن حصة، يشاهدون أن إيران تدخل في مفاوضات ثنائية مباشرة مع أو غير مباشرة مع إيران، وبالتالي هم يشعرون بأنه ربما سوف يحرمون أو سوف يخسرون فرص، وبالتالي ينعقون لكي يحصلوا على حصة. هذه مشكلتنا، يعني مشكلتنا مع هؤلاء ليس الطاقة النووية مطلقة. نحن نتفهم أيضا الطاقة النووية ليست مصدر قوة. إسرائيل اليوم تمتلك طاقة نووية لكنها كالجرذان، هي تخشى من المقاومة ولا تستطيع أن تحسم معركة غزة، تقتل النساء والأطفال، واليوم تهدد حزب الله، وهذه يضحوكة. أنا أقول هذه يضحوكة بكل صراحة، تدفع في الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لأنها سوف تزوج في المنطقة بقوات برية وبحرية خوفا من حزب الله. وفعلا يعني إذا أرادوا أن يتحرشوا بحزب الله، أنا أعتقد إيران هي سوف لن تقف مكتوفة اليدين، وهذه حتى تكون نهايتهم. يعني بكل صراحة نقول هذه كلها اتهامات، وهم لا يريدون خيرا لا لإيران ولا لهذه المنطقة، ويريدون دائما أن تبقى هذه المنطقة متأزمة للأسف. دكتور رئيف، أستاذ مصدق يعتبر كلامك بالسياسة وليس فعليا يعني القدرات أو المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي. حضرتك يعني كيف ترى رده؟ أولا كل شيء بالسياسة، حتى كلمة الجهل الذي استعملت كما أيضا هي بالسياسة، والتعبير والألفاظ غير اللائقة، وهي التي دائما نشهدها عندما يحرج الضيف، لأن الضيف الذي موجود دائما من طهران هو دائما فوق رقبته مقصلة، ونحن نتفهم ذلك، وبالتالي نعلم أن حدوده هي الكلام السياسي المباح، وبالتالي لا نحن لا نعتب على هذا الكلام. أما
لقد أي جامعة من جامعات طهران أو إيران تدرس الفيزياء، هذا أمر صحيح. أما بأي هدف؟ هل الهدف هو لأغراض سلمية؟ لو كان ذلك لكنا اكتفينا ب 3.67 بتخصيب بالمئة، وبالتالي أن هذا البرنامج يتخطى الأغراض السلمية والإنتاج الكهربائي والمياه وإلى ما هنالك. وإيران تعاني من تقنين قاس في الكهرباء، ولا يحسبن أحد أننا لا نعلم كم ساعة تقنين كهرباء موجودة في طهران العاصمة أو في الضواحي. وإيران تعاني من شح للمياه، ونحن نعلم أن السدود في إيران كيف كانت موجهة بأسباب سياسية لمناطق معينة ضد مناطق أخرى معينة. وبالتالي كل هذا بالسياسة، لأن سياسة النظام ونظام الملالي في إيران يهدف إلى تثبيت هذا النظام على حساب شعبه وعلى حساب البنية التحتية وعلى حساب الكهرباء والماء والطرقات وإلى ما هنالك. ومجرد مقاطعة 60% أو أكثر الانتخابات الأخيرة التي فرضت بسبب حادثة طائرة الهليكوبتر، وبالتالي أن هذه المقاطعة دليل واضح على عدم رضا الشعب الإيراني، بالرغم من أن البعض يتكلم حينا على التلفزة وحينا في مجالات أخرى عن أن هذا الشعب هو يدعم شرعية هذا النظام. لقد فقد النظام هذه الشرعية، وبالتالي الانتخابات الأخيرة ومجرد مقاطعة فوق 60%، لأن هناك أصوات تالفة وبيضاء، هذا دليل واضح على أن ما يصدر على الإعلام من طهران هو غير الواقع وغير الحقيقة. وبالتالي إن أمريكا فقط ملاحظة، أن البعض يعتبر يربط التطوير النووي في إيران بوجود قنبلة أو وجود سلاح نووي في إسرائيل. هذا يعني ما تحاول إيران إظهاره بأنها من أجل القضية الفلسطينية هي تبني المفاعلات النووية، هذا أمر غير صحيح. لأنها لم تطلق طلقة واحدة على إسرائيل طيلة 44 عام، لا بل هناك علاقات ودية تحت الطاولة من وراء الستار ما بين طهران وتل أبيب. والداعم الأول للتطرف الإسرائيلي هو التطرف الإيراني. أريد أن أعطي حق الرد لكما ضيفي الكريمين. سيد مصدق، بإطار ردك على كلام دكتور رئيف، أنا هنا أسأل حضرتك، تحدثت عن أهمية الطاقة النووية للتنمية بإيران. هل هذه طاقة التنمية فعليا هي يعني أهم بكثير من كل العقوبات التي تعرضت لها طهران والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه؟ هل يعني محرزة هذه الطاقة حتى يتم التضحية بكل شيء آخر؟ فعلا هي محرزة، هذه طاقة مهمة جدا بالنسبة لنا، بالنسبة للتطور العلمي. نحن نصمد، إيران صامدة ومستمرة في هذا البرنامج رغما عنهم. يعني إيران لديها التزامات ولديها حقوق في الوكالة الدولية، هم فقط يريدون أن يفرضوا التزاماتهم علينا دون أن يطولوا ما هي حقوقكم. هذه الحقيقة. إيران نعم الطاقة النووية، خلافا لما يفكر فيها الضيف، الطاقة النووية مهمة، تستخدم لأغراض كثيرة، وإيران تعول عليها جدا في تنميتها العلمية وفي تطورها. نسبة الانتخابات أيضا كما قال، هذه نسبة ليست مهمة. الذي يؤكد شرعية النظام عندما تخرج تظاهرات مليونية في يوم القدس وفي ذكرى الثورة وفي تشييع جثامين قادة هذه الثورة، هناك تتجلى شرعية النظام، وليس في الانتخابات. في أوروبا 10-20% فقط لا يشاركون في هذه الانتخابات، ولا أعرف كيف لا يعرف هذه الأمور. ثم الانتخابات في لبنان، يعني خلي يشاهد نفسه في لبنان، يعني هم لحد الآن لم يتمكنوا لا من تعيين انتخاب رئيس جمهورية، ودائما نشاهد مشاكل. لماذا؟ لأن إسرائيل متسلطة على بعض القوى السياسية للأسف في لبنان. إسرائيل. طيب دكتور رئيف، أيضا باختصار لو سمحت، رد على شق لبنان وعلى كذلك ما قاله أستاذ مصدق أنه التظاهرات هي التي أظهرت شرعية النظام بإيران. أولا ليست إسرائيل من هي متسلطة على لبنان،
وإن كان لإسرائيل دور هو بسبب حزب الله ومن يتسلط على لبنان وعدم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان ليس بنيامين نتنياهو بل حزب الله الذي يمانع حتى طيلة سنة ونصف وسابقا سنتين ونصف من انتخاب غير مرشح هو يختاره. أوقف الانتخابات حتى في العام 2015-2016 حتى أن انتخب مرشحه ميشيل عون، واليوم يصر على عدم تحقيق الانتخابات وإجراء انتخابات لانتخاب سليمان فرنجية. فهذه المعلومات المغلوطة التي تبث بطهران والتي تعيد الأمر إلى إسرائيل هي معلومات خاطئة 100%، ولا يمكن لضيفكم أن يوسع دائرة معرفته حتى أن يشمل باتهاماته الاتهامات المغلوطة والكاذبة. أما بالنسبة لإيران وأن الانتخابات هي المنفذ الوحيد في الغرب، نعم عندما يقاطع حزب ما هو موقف سياسي أو أن يصوت بورقة بيضاء. أما في طهران بالانتخابات المعلبة بالفولكلور بالسلك الانتخابي هو موقف من الشعب الإيراني ضد النظام، وهو إفقاد لهذا النظام لشرعيته، وبالتالي لا يمكن مقارنة إيران بالدول الديمقراطية الغربية لأن فشتان ما بين السرية والسرى. نحن للأسف انتهى وقت هذا الحوار. أريد أن أشكركما ضيفي الكريمين، من بيروت الدكتور رائف خوري أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية، ومن طهران مدير مركز دراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور.